لو عايزة تعملي أحلى كيكة شوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة في الخلاط، مش هتاخد منك أكتر من نص ساعة والنتيجة روعة زي ما انت شايفة. يبقى لازم تتابعي معايا الفيديو ده لحد الآخر. حبايبي متابعين قناة سهلة وبسيطة مع ماجي، النهاردة هنعمل مع بعض أكتر وصفة طلبتوها مني في التعليقات بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كيكة الشوكولاتة. هنعملها في الخلاط ومش هتاخد في الفرن نص ساعة ويمكن أقل. في الأول ما تنسيش لو أول مرة تشوفيني تشتركي في القناة علشان توصلك وصفاتي دايماً، ولايك وشير للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نبدأ. حبايبي هننزل المكونات اللي هنعملها بتاعت الكيكة سوا. نزلنا الأربع بيضات في الخلاط، كوباية ونص سكر، وهنضربهم لمدة 5 دقايق. دلوقتي بعد لما ضربناهم 5 دقايق، هننزل بنص كوب حليب دافي، ولو ما عندكيش حليب ممكن تضيفي نص مية دافية مش هيجرى حاجة، نص زيت، معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، ومش هتأثر على الطعم بس هتعزز طعم الشوكولاتة معاكي، ومعلقة صغيرة الفانيليا. في المرة دي بنضربه لمدة 30 ثانية. دلوقتي بعد مرور 30 ثانية هناخد المحتويات دي ونحطها في وعاء كبير. هننزل بقى عليها بالمكونات الجافة، عبارة عن كوبايتين دقيق منخولين كويس، الدقيق الخاص بالكيك او متعدد الاستخدام. هننزل عليهم بثلاث معالق كاكاو خام غير محلى طبعا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. هنبتدي بقى نقلب الخليط من تحت لفوق، وشايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ودلوقتي حضرنا صينية مقاس 25 × 30، بندهنها كويس جدا جدا زبدة او سمنة، وبتبطنيها بالكاكاو، وبعدين بنبتدي نصب الخليط. بعد لما ننزل الخليط نخبط الصينية خبطتين عشان نتأكد ان ما فيهاش هواء، ونكون مسخنين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. هندخلها طبعا الفرن لمدة 25 دقيقة. وده حبايبي شكل الكيكة بعد لما خرجناها من الفرن، قعدت حوالي 25 دقيقة. هنبتدي نخرمها كده
العصيان بتاعت الشيش طاووق ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق على بان لما نحضر السيرب بتاعها. بتخرميها كده. نجهز السيرب مع بعض، وهو عبارة عن 1.5 كوباية حليب ومعلقة كاكاو خام ومعلقتين سكر. بندمجهم كويس مع بعض وبعدين بنرفعهم على النار. دلوقتي حطيناها على البوتاجاز، هندفيها لمدة 2 دقيقة. انا مش عايزاها سخنة قوي. ودلوقتي بعد لما خلصنا السيرب نبتدي نسقي الكيك. وبعد كده هنحضر مع بعض التوبنج الاخير اللي هنحطه فوق الوش. ودلوقتي هنحضر صوص الشوكولاتة اللي هننزل بيه على الكيكة. علبة القشطة 170 جرام هتنزلي بيها كده، لبن مكثف بعد كده 1/2 كوباية، تمزجيهم كده مع بعض. وبعد كده هنضيف 200 جرام شوكولاتة هننزل بقى بيها بالتدريج شوية شوية. بعد بقى لما وصلنا للقوام ده بنطفي البوتاجاز وبنحطها على الكيكة بتاعتنا. وياريت تحطيها على طول علشان ما تنشفش معاكي الشوكولاتة. ننزل بصوص الشوكولاتة على الكيكة بتاعتنا. ودلوقتي حبايبي بعد لما حطينا عليها صوص الشوكولاتة هندخلها التلاجة لمدة 2 ساعة علشان ترتاح وتجمد شوية، وهنقدمها مع بعض. ده حبايبي الشكل النهائي لكيكة الشوكولاتة اللي عملناها مع بعض النهاردة. هنحط عليها من فوق شوية شوكولاتة مبشورة تديها شكل وطعم جميل جدا. ويلا بينا نقطعها ونقدمها. ما شاء الله زي ما انت شايفة كده الكيكة طالعة سفنجية وجميلة جدا. كيكة الشوكولاتة زي الكتاب ما بيقول، وفعلا اللي بيحب الشوكولاتة لازم يجرب الوصفة دي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان توصلك وصفاتي دايما. بحبكم في الله، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.